تيجي معانا فين يا بابا؟ نفسي اشوف نيلي كريم يا بابا. ما ينفعش ده شغل. ما نحاف من بعيد ما شاء الله يا بابا. تشاور لها احنا في المطار. مش هينفع يا بابا. عشان خاطري نفسي اتصور معاها على الموبايل بتاعي يا بابا. ما ينفعش ان انت بتقوله ده صعب جدا. عشان خاطري يا بابا. صح. عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري. خلاص يا بابا ماشي. صباح الخير. صباح الخير. بلاتو واحد. ايوه عارف بلاتو واحد. عايزيني في بلاتو واحد. نيلي كريم. اسم حضرتك ايه؟ وحيد. فريد. وحيد. فريد. فريد وحيد ابوه. لا فرع لا. اوه شوف فريد جنبك على طول. الاستاذ وحيد فريد. انا ايوه انا فريد. اخر باب على اليمين. طب وانا لا اسم حضرتك مش موجود في الكشف عندي. طب يا وحيد قول لي نيلي كريم هيشيل بابا على الباب. ابعتها لي بسرعه. وبتقولي لي انك بتشتغلي ممرضه؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد وكمان بتغلطي في اسمي. انا وائل جوزك يا فجره. سامحك يا حبيبي. اسف جدا. وحشتك. سوري. وحشتك. معذرتك. صوت ابني وحيد. يا جماعه الحقونا يا جماعه. ايه مستوى التمييز في مصر بقى منحدر. الشفا ان شاء الله. ايه اللي انت حطيتيه ده؟ ده حمض كبريتيك مركز بنحطه للحماي لما يبقى مجيوح في ياسه. اتفضل يا عم. بتحطه للحماي لما يبقى مجيوح في ياسه. وماله الحمار مش بني ادم زينا؟ في ايه؟ معلش يا عمي دايما كده ظالمني. يلا افتح بقك. يلا افتح جياش. افتح الجياش. ايه ده؟ يلا اوبا الشفا. ايه مالك؟ اللي انا اخدته ده؟ دي تركيبه عباره عن بياض البهايم مضاف ليها بكتيريا عفن. بتتكلم يا عم انت ساكت لها كده ليه؟ هضربها. الحقنه دي بقى اللي فيها الخلاصه. ودي طبعا حقنه الكونغر صح؟ هنهيئ كمان في الحقن. الدول. يلا انا بخبي الحقن وحبه باكي. شكه وخلاص. خلاص ولا لسه؟ لا اقتلي توني. انا لسه ما حطيتهاش. الحقنه اللي بتسهلوا دي حقنه بول الابل. بول؟ ايوه بنديها للطوي لما يبقى هايج. استنى ابني ما كانش هايج للدرجه دي. اطمن يا عمي ان شاء الله بكره الصبح هيبقى زي الايد. ايد ولا طوي؟ ده انت لخبطت الحديقه كلها. شكرين يا بنتي. انا لسه شرفت ربنا يجيب العوائل سليمه. احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. ان شاء الله هعدي عليكم بكره الصبح عشان اطمن عليه. بلاش الصبح بنبقى نايمين لسه. خليكي ما تعمليش نفسك لغايه ما نبعد. خلاص اعدي بكره الظهر. بنبقى مقايلين بعد اللقمه شويه. خلاص مطيه بات هنا. تباتي هنا فين؟ في حمارين في الشقه هتباتي في وسطيهم ازاي؟ احكي لي بقى انت ايه اللي حصل النهارده في الاستوديو؟ الولد اللي كان المفروض يقابله اللي اسمه وحيد ده. مش عايزه اقول لك ما عرفتش اشوفه خالص. لا بتهزري؟ اه والله. طب انت معاكي نمره تليفون؟ اه ما تجربي تكلميه يا نيلي. مالك يا وحيد يا انت بتقرش كده ليه؟ في ايه؟ جالي جرب يا بابا. جالي جرب. ايدك يا ابا والكلب ده رجع تاني. مش تقول ان الجرب بتاعه معدي؟ اتصرف يا بابا انا جسمي عيد نار. طيب انا هجيب المسر اللي هي جايباه امسره وامسلك. دقيقة واحدة. نلمة ازيك؟ لا بسيطة خالص. لا مستشفى ايه؟ مش مستاهل. انا كويس. انا في البيت. انت فين؟ انا وصاحبتي بناكل في مطعم اكل مشطشط. يعني لو ليك في الشطه تعال. شطه؟ لا 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 بموت في الشطه طبعا. ايوه بس انت اديني العنوان. مع السلامه. عزمان على الغدا. يلا يا وحيد يلا افرد نفسك قدامي كده عشان امثلك. لا لا تمثلي يا بابا ده انا عندي ميعاد مهم جدا. طب الكلب ده ما يقعدش دقيقه واحده في البيت. ده لازم تسربه في حته بعيده قوي. وديه الوحات.
لا ده انا كنت اصل انا افتكرت ميعاد مهم جدا، وبعدين الكلبه كانت نفسيته تعبانه يعني، فقلت انزل افرجه الشارع. قد ايه انت انسان، زي الجمل في شموخه، زي الحصان في اصلته، زي الحمار. بقول لك ايه، انا اتاخرت على الميعاد بتاعي، وبعدين الكلب قرب يتخنق. ها بتحبني؟ فكرت اعمل موضوع التأمين ده يعني، خصوصا عشان افلام الاكشن اللي بعملها وكده، بس مش عارفه كل مره بتراجع كده. علشان انا ما كنتش في حياتك. انا بحب الشطه جدا يعني، وبستغرب جدا الناس اللي بتحب الشطه. انت بتحب الشطه؟ بحبها. شويه زي ما انت حضرتك عايزه. والراجل بقى اللي ما يحب الشطه ده ما يحبوش خالص. لا انا بصي يعني انا بعشق الشطه، الشطه دي يعني رمز الرجوله. بحط شطه كتير قوي، ده شكله هيموت مننا. شطه تاني؟ هتشيله تاني، هتشيله تاني يا بنتي، ده هيموت مني. مش مهم خليه يفطس. انت كويس استاذ وحيد؟ بس انا حاسه انك تعبت شويه. او ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضل. ممكن ادخل الحمام؟ ارجوك. مش هخرج الا بعد نص ساعه. هو انت تاني وفي عز دخول الكابينيه؟ ايه الصدفه الحقيره دي؟ فعلا يا فندم، يا صدفة معفنة أوي. معفنة يا معفن، ده أنا هخرب بيتك. في حاجة يا أستاذ؟ في نور بعد عنك، نور. مفيش باب تاني يخرجني من هنا؟ في ده طول أوي. يا حرام، الحقونا! ده راح فين ده؟ مش مصدقه. مفيش حد يا فندم جوه في الحمام. هعمل ايه في الشنطه دي؟ انت بقى سيبيها له هنا تبقى الاطلال بتاعته. ما تجربي تكلميه على التليفون. مين يا شريف؟ دي نيلي كريم يا وحيد، نيلي كريم. ما تردش يا اخويا، ركز في اللي انت فيه. ما بيردش. خلاص يلا بينا، ملناش دعوه بقى. يلا يلا يا نيلي. في ايه حكايه نيلي كريم دي معاك؟ شريف اجيب له ميه سخنه يا دكتور. والله مش عارف، هو ده مش دكتور؟ تعالي بقى نفتح الشنطه ونشوف فيها ايه. ما يصحش برضه، احنا مش هنسرقها يا نيلي، احنا بس هنشوف فيها ايه. اصبري، نعرف ده مين، نتاكد. نيلي الحقي، ده طلع دون جوان. حرام عليك يا بنتي، ده غلبان جدا يا بنتي. دي طريقه جديده، بس صدقي ذوق حلو قوي. بصي، يبقى الموضوع مش موضوع بوليس التامين. بس ده ما ردش على تليفوني لما كلمته. يا بنتي الشنطه دمرته، قضيتي عليه. بصي هاتي الحاجات دي بقى، انا هوديها للبيت. الموضوع مسؤوليه. طب ممكن اتفرج على بقيه الصور؟ بطلي يا بنتي، دي مسؤوليه ما يصحش. نيلي استني ما نشوف بس بقيه الصور. انا هتصرف وهوديها له بكره الصبح، دي مسؤوليه برضو. يلا حبيبي انت اهو، يلا حبيبي، يلا حبيبي، يلا. اي حد يجي هنا تسلم عليه ولا ايه؟ ابات يلا. مين دي يا ابني؟ ممثله. ممثله؟ اي والله. يا اهلا وسهلا، المنوره. حضرتك ايه؟ عشان استاذ وحيد. استاذ وحيد صح، استاذ وحيد فريد. ايوه اتفضلي. يلا يا ابني خلاص، هو الفنان ده ما يعرفش يمشي عادي ولا ايه؟ يلا ممثله. يلا حبيبي، يلا يلا اخويا امشي. يلا يلا يا فرجه. ميرسي، انا خلاص كده عرفت العنوان. لا والله لا يمكن، انا لازم اوصل حضرتك وانت راجعه مع الله اكبر، الله اكبر. انتوا بتصوروا حاجه هنا؟ ها يا ما شاء الله ما شاء الله. مساء الخير يا عم. عمه ده انت اللي عمه، عمه المنطقه كلها. يا
انت ذبحتيني في فيلم الارض. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلي في الصالون طبعا. ولا فيلم اريد حلا؟ ملوش حل يا عمي. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انا ما ترى استاذ وحيد صحي؟ مصحي ده لو ما صحيش اموته. اتفضلي. يا سلام، ده لازم يصحى. لو ما صحيش اموته. اه طبعا. حلو قوي قوي دي. ولا فيلم ابي فوق الشجره؟ مش ممكن مش ممكن يا بصراحه حضرتك يعني منوره الدنيا والبيت بيتك. خدي راحتك زي ما انت عايزه. بتايه ولا ايه؟ فوق فوق خالص فوق.